أهلا بكم. ضمن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تحويل دولة الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري، وافق مجلس الأمة على عدة قوانين اقتصادية تدعم الرؤية السامية. التعديلات على بعض أحكام القانون بشأن قانون الشركات ومشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومشروع قانون في شأن تنظيم التأمين وإحالتهم إلى الحكومة خطوة إيجابية نحو دعم خطة التنمية. تستمد رؤية كويت جديدة 2035 من الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وها هو مجلس الأمة يقر قوانين اقتصادية تواكب تلك الرؤية السامية. قررنا ثلاث قوانين اقتصادية مهمة، وهو قانون التأمين، قانون تأمين، مشروع قانون بالتأمين، قانون حديث قدمت الحكومة بعد مراجعة كل الجهات المختصة. قانون الثاني أيضا قر قانون مراقبي الحسابات، وأيضا هو كان قانون قديم من سنة 81 تم تحديث واستمعنا لوجهات النظر المختلفة وتم تحديث هذا القطاع، قطاع مراقبين الحسابات قطاع مهم يدخل في تدقيق حسابات كل شركة. الأمر الثالث تعديل قانون الشركات، وهذه للمرة الثالثة، والتعديلات لإدخال وسائل تكنولوجية مختلفة لمنع تحويل الشركات الغير هادفة للربح تكون شركة هادفة للربح، والكثير من الأمور التي نعتقد نحن يعني بممارستنا كوزارة التجارة والقيادات اللي فيها وأيضا الجهات التابعة لهيئة سوق المال وغيرها لاحظت هناك بعض السلبيات في هذه القوانين، وهذه سبل تطوير، وإن شاء الله في كل دور الانعقاد لدينا تعديلات وتحسينات كثيرة. وضمن إطار التطورات والتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي، ساهم التعاون الحكومي النيابي على إكمال منظومة القوانين الاقتصادية وفق البرنامج التشريعي. لله الحمد تم إقرار ثلاث قوانين، قانون التأمين وقانون مراقب الحسابات وكذلك تعديل قانون الشركات، وهذه قوانين أنا أعتبرها قوانين اقتصادية. تطلعات كثيرة التي تضمنتها القوانين الاقتصادية، وهي استعادة الدور الريادي الإقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري، وأحياء الدور المحوري للشباب الكويتي في قيادة التنمية.